دون من جعل صاحب الفخامة السيد محمد الدشيخ الغزواني توفير مياه الشرب لكل المواطنين أينما كانوا على رأس أولوياته، وعمل على تحقيق ذلك باعتماد استراتيجية وطنية للمياه تضمن تسييرا مستديما للثروة المائية، وتحدد الأولويات وتضمن ولوج السكان لمياه الشرب دون عناء. في عز الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تم بسخاء تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين من الطبقات الهشة. تحمل الدولة بفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين. تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة. كان توفير المياه لكافة سكان العاصمة نواكشوط تحديا بالغا، وتم رفع التحدي عبر توسيع شبكات التوزيع وأعمال الصيانة المستمرة لمراكز الضخ واعتماد طرق تسييرية جديدة لتشمل التغطية كل الأحياء والمناطق السكنية. دون من تم حل مشكل مياه الشرب في العديد من مناطق الداخل ومدنه الكبرى، والعمل جار على استكمال الأشغال في البقية. وتشكل تلك الأشغال اكتشاف مناطق استجلاب المياه ومد الشبكة ضمن مشاريع تنموية واعدة تتساوى فيها كل مناطق الوطن، وتضمن ولوج جميع المواطنين للخدمات بكل يسر. تقوية الإنتاج والتوزيع والتأهيل وتعزيز الأداء كلها كانت ملحة وضرورية لتوفير مياه الشرب في العديد من مناطق البلاد. فتمت توسعة محطات الضخ واقتناء آليات وأدوات جديدة مع تأهيل شبكات المياه وأنابيب التوزيع، وشملت هذه الخطوة كل المحطات والشبكات وفي كل ربوع الوطن، سواء منها المحاذية للنهر أو التي تبعد مئات الكيلومترات، وذلك عبر الاعتماد على الموارد المائية الأقرب لكل منطقة. عمليات تنقيب واسعة طالت المناطق التي تندر فيها المياه، مع حفر المئات من الآبار الارتوازية وآبار الري، دعما للتنمية المحلية وسبيلا إلى تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية. كما شملت العملية إنجاز الآبار الأنبوبية واقتناء معدات لاستكشاف ومراقبة الموارد المائية الجوفية وإعادة النظر في هيكلة المؤسسات. عشرات المشاريع في مجال المياه الصالحة للشرب قيد الإنجاز وفي تقدم مضطرد، سواء منها التي تشترك فيها الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والتنمويين، أو التي يتم إنجازها على نفقة الدولة الموريتانية. ودون من طالت تلك المشاريع مناطق من البلاد ظلت لحقب طويلة محرومة من أبسط أساسيات الحياة. وفي إطار مكونة الصرف الصحي، توسع نشاط المكتب الوطني وتدخل لأول مرة خارج العاصمة نواكشوط، مساهمة في تجاوز السكان لمحن الفيضانات خلال موسم الأمطار.